السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم خلطة توابل روعة روعة. الحاجة الإيجابية في التوابل اللي نديرهم في الدار هو أننا راح نكون خدمناهم بيدينا وعلى بالنا واش درنا فيهم، يعني راح يكونوا زاكيين يمدونا كميات كبيرة، كذلك راح يكونوا جداد يعني الرائحة ديالهم راح تكون قوية ونقدروا نعدلوا فيهم كيما حبينا وعلى حسب ذوقنا كيما درنا في هذه الخلطة ديال التوابل. راح نشوفوا كل التفاصيل في الفيديو، فقط تبعوني حتى النهاية. وهذه الخلطة الرائعة تاع التوابل يعني تتوالم كثيرا مع الأطباق اللي راح نوجدوهم في عيد الأضحى كما العصبان، المرقاس، شطيطحة الحم، شطيطحة بوزلوف. تصلح كذلك للأطباق الشتوية كما العدس، اللوبيا، العجائن بكامل أنواعها، يعني أي حاجة فيها مرق أحمر ويكون فيها ثوم تقدروا ديروا فيها هذه الخلطة من التوابل. راح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في المقادير. عندي كمية مليحة من الكزبر حب، يعني ما راحش ندير هذه الكميه كامل، من بعد نقول لكم واش راح ندير به. وعندي هذ زوج انواع تاع فلفل حار يعني مجفف، عندي كميه من الثوم، يعني من بعد راح نشوفوا كامل الاوزان شحال راح نديروا. عندي الملح، وعندي كميه من البابريكا ولا فلفل عكري ولا فلفل حلو مجفف ومطحون، يعني كل واحد كيفاش يقول له. راح نجيبوا الميزان نقول لكم انا شحال شريت وشحال راح ندير في هاد الخلطه تاع التوابل. كما شفتوا عندي 500 غرام من الكزبر، راح نستخدم منها 300 غرام في خلطة التوابل و 200 غرام يعني راح نخليها مطحونة. هاد الحار عندي حوالي 8 غرام، راح ندير نصف الكمية فقط يعني حوالي 40 غرام. بعد راح نقول لكم يعني وشحال من حبة تاع فلفل هايليك راح نحطوها جانبا كذلك. وراح نجيب هذاك الحار يعني اللي يجي رقيق كامل، سموه فلفل دريس ولا فلفل قناوة يعني كل واحد كيفاش يقولو. عندي حوالي 45 غرام من هاد الكمية، تقدروا ديروا النص تاعها، تقدروا ديروا الربع تاعها، يعني تقدروا تستغناو كامل على هذا النوعية تاع الحار كيما حبيتو. هاد الخلطة تاع التوابل تجي شوية حارة، لكن يعني كل واحد راح يتحكم في الكمية تاع الحار على حسب واش يحب، يعني كاين اللي يحبوا الأكل تاعهم يكون بزاف حار، كاين اللي يحبوا متوسط، كاين اللي ما يحبوش كامل الحار لظروف صحية ولا هما أصلا يعني ما يحبوش الحار. هنا كيما شفتو خديت هذيك الكميه نتاع القزبر هايليك، يعني راح نبدا نقي فيه، يعني راح تنقوه عادي كيما تنقوا العدس. تلقاو اي شطبه ولا حجره تكون صغيره ولا راح تستغناو عليهم تماما. بالنسبه لهذاك الغبار اللي يكون فيه ولا، تقدروا تاخذوا فوطه تاع مطبخ يعني تكون ناشفه وحاولوا يعني تجوزوا عليه كامل من الفوق هكذا باش تنحيوا كامل هذاك الغبار، يعني اي قطره صغيره تاع الماء راح تفسد لكم هاد الخلطه، ولهذا يعني لازم تبعدوا كامل على الماء. انا راح نفرغ بشويه ونقي حتى نكمل كامل الكميه. بالنسبه للثمن انا شريت الرطل تاع هاد القزبر 50000، يعني واحد كيلوغرام يدير 100000. هاد الكميه تاع الحار اللي شريتهم في الزوج يعني طاحوا لي حوالي 20000، وما كنتش مضطرين باش تشرو كامل هاد الكميات، يعني تقدروا تقسموا المقادير الى النصف او الربع. هنا وريت لكم الكميه تاع الحار يعني على ما اظن حوالي 16 حبه، يعني شوفوا الحبه تاعو كامل جايين كبار. الحار هذاك قناوه اللي راه جاي على اليسار يعني النكهه تاعو ماهيش قويه بزاف، اما هاد الحار صغير شوفوا يعني درت كميه صغيره وتقدروا تنقصوها الى النصف او الربع كذلك. وهاد الزوج انواع تاع الحار راني درت لكم بهم هريسه، راح نخلي لكم الرابطين في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوهم. الان راح نروحوا لطريقه التنظيف. كما قلت لكم هاد الخلطه تاع التوابل باش تنجحوا فيها وتبقى لكم مده طويله لازم هاد المكونات ما تقيسوهمش كامل بالماء. راح تاخذوا فوطه تاع مطبخ تكون مبلوله وراح تحاولوا تجوزوا على كامل الكميه تاع الحار اللي عندكم، يعني بهذه الطريقه راح نحلوا كامل هذاك الغبار وهذاك التراب اللي يكون فيه بلا يعني ما نشمخوه. هاي ليك يعني حاولوا تنظفوه مليح مليح، شوفوا هنا يعني الفرق راه واضح. الان واش ندير؟ راح نتخلص من كامل الكميه تاع البذور، يعني هاد الحار جاي شويه كبير تقدروا تنحولوا البذور ولا زريعه، اما هذاك الحار صغير يعني راح نمسحوا فقط. كنت موجده صينيه اللي تدخل للفرن، يعني هاد الحار ولا اي توابل يكونوا صحاح يعني يكونوا حب حب لما يكونوا يعني عند العطار تكون فيهم نسبه من الرطوبه، ولهذا من الضروري ندخلوهم للفرن، يعني فرن يكون مسخن فقط وطفيناه ولا نديروا لهم نار تكون هادئه جدا، يعني ندخلوهم تنشف لهم فقط هذيك الرطوبه هكذا باش من بعد لما يعني نرحوهم في مطحنه التوابل يعني راح يترحاونا وبكل سهوله. نتمنى ما تعجزوش وتجربوا هذه الخلطه تاع التوابل لانها خلطه رائعه، وتجربوها مره واحده فقط ما راحش تستغناو عليها نهائيا. نشوفوا نحيدلو كامل هذيك الزريعه
هاوليك حطيته في هذا الصينية اللي راح ندخلها للفرن. كذلك يعني هذاك القزبر حب يعني راح ندير له نفس الشيء. انا كنت نقي في هذه التوابل وكنت مشعله الفرن تاعي على نار متوسطه، ومن بعد نقصت لها يعني خليتها كي الشمعه. راح ندخل هذه التوابل وما راحش نطولهم بزاف، يعني 3 4 دقائق 5 دقائق على الاكثر راح تنحيوهم مباشره، يعني راح يسخنوا فقط، يعني ماناش راح نحمصهم هكذا، نتخلصوا من الرطوبه الزائده اللي كاين في هذه التوابل. وكذلك يعني راح يتقرمشوا، ولما نرحوهم في مطحنة التوابل يعني راح يترحونا وبكل سهولة. هنا يسمعوا هذا الصوت، فقط حاضروا في هذه المرحلة، يعني شوفوا الحار، دخلته باللون الأحمر خرجته باللون الأحمر، ما لازمش يعني يولي لكم باللون البني، يعني يسخنوا فقط وخرجوهم، ولما تخرجوهم يعني حتى يبردوا مليح باش يقدروا يعطوا لكم هذا الصوت. الآن جبت مطحنة التوابل وراح نبدأ نرحي في التوابل دياولي. في الاول كامل بديت بالكميه تاع القزبر اللي عندي، قلت لكم انا شريت 500 غرام ب 50000، يعني تقدروا تشرو نصف الكميه فقط. راح ندي منها 300 غرام، راح نديرها في الخلطه تاع التوابل. 200 غرام درتها في بلاره وخليتها يعني نديرها لشوربه فريك، هاي ليك، يعني راح نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. وراح نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف. يعني استخدمت حوالي 300 غرام من القزبر المرحي، حوالي 16 حبه تاع فلفل دريس، يعني هذاك الحار الخشين، الحار هذاك الرقيق راح ديروه على حسب الذوق، تحبوا ديروا زوج، تحبوا ديروا 3، تحبوا ديروا 10 حبات كيما حبيتوا. الثوم راح ديروا من 250 الى 200 غرام، البابريكا راح ديروا من 2 الى 3 ملاعق كبيرة، الملح راح ديروا من ملعقة كبيرة إلى ملعقة كبيرة ونصف، يعني هاد المقادير اللي درتهم في خلطة التوابل. هاي الكمية تاع الكزبر يعني وزنتها خرجت لي 200 غرام بالضبط، معناتها بقات لي 300 غرام. هاد الحار دوك نوريكم، اذا ما حبيتوش يعني ترحوه في مطحنة التوابل يعني تقدروا ديروه في الكأس الخاص بالعصائر. دوك تشوفوا معايا فقط، يعني انا قطعته بالمقص هكذا باش يجوني قطع صغار ويترحوا لي بسهوله. يعني شوفوا لما تحمصوه مليح يعني يولي يتفتت وحده وحده، لما تشروه من عند العطار يعني يكون كي شغل معلك. الان راح ناخذوا الكاس الخاص بالعصائر وراح نبداو نرحيو في هذه الكميه تاع الحار. هاي ليك، يعني هنا ما زربت ما بطأت في الفيديو، هذه هي المده اللي ترحت لي فيها هذه الكميه تاع الحار في الخلاط الكهربائي. فقط حاولوا تقطعوا قطع صغيره هكذا باش يعني تسهلوا المهمه على الخلاط. راح نوريكم النتيجه اللي تحصلت عليها، هاوليك يعني شوفوا الترحالي يعني مليح مليح كي شغل رحيتو في مطحنه التوابل. حاولوا ديروا كميات صغيره هكذا باش تحافظوا على الخلاط ديالكم. الان راح نبداو نخلطوا كامل التوابل تاعنا مع بعض. عندي الكميه تاع القزبر الملحي هي 300 غرام، الكميه تاع الحار اللي رحيناها مع بعض حوالي 2 ملاعق كبيره، حوالي 3 ملاعق كبيره وتقدر تروح حتى 1/4 ملعقة كبيره من البابريكا ولا فلفل عكري، الملح كيما شفتوا درت ملعقه كبيره مملوءه جيدا، وتقدر تروحوا حتى 1/4 إلى 1.5 ملعقة، يعني الملح راح ينكه لنا هذه التتبيله وكذلك راح يكون كماده حافظه. راح نخلط هنا عشوائيا فقط لاننا راح نزيد ونرحو هذه التوابل مع كميه تاع الثوم. انا الخلاط الكهربائي تاعي شويه كبير، قسمت هذه التوابل على 3 وقسمت الكميه تاع الثوم على 3، معناتها هذه الكميه درتها على 3 دفعات. اذا كان الخلاط الكهربائي تاعكم شويه صغير يعني حاولوا ديروها على 4 مرات ولا 5. خديت كميه من التوابل، خديت حفنه من الثوم وشغلت الخلاط الكهربائي، لان هذاك الثوم واش راح يدير لنا لهاد الخلطه، اضافه الى انه راح ينكها، يعني الثوم ما فيهش الماء، فيه الزيت تاع الثوم. هذوك التوابل راح يشربوا لنا كامل هذيك الكميه تاع الزيت وراح يولوا مندين. يعني اذا شفتوا الفيديو تاع صنع البابريكا في المنزل راني درتكم في القناه، وراح نخليكم كذلك الرابط في صندوق الوصف. يعني لما نشفنا هذاك الحار كامل ورحيناه في مطحنة التوابل، بديت نفرغ في الزيت النباتيه تدريجيا، يعني بشويه بشويه هكذا، يعني تشوفوا البابريكا لما تشروها يعني فيها كي شغل براكس وتجيك شغل منديه، يعني هذيك لما يرحوها كامل يبداو يضيفوا لها في الزيت النباتيه بشويه بشويه. المهم هذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. راح نزيد ندير كميه واحده اخرى، الكميه الباقيه راح نزيدها في دفعه ثالثه.
إذا حسبنا هذه التكلفة تاع التوابل، يعني أنا استخدمت حوالي 30,000 من الكزبر، حوالي 10,000 خليط بين النوعين تاع الحار، لأنني ما استخدمتش الكمية كامل. الثوم راه يدير 80,000 الكيلو، خديت 250 غرام، يعني حوالي 20,000. معناتها هذه الكمية كامل تاع التوابل خرجت لي حوالي 60,000. يا سيدي نزيدوا لها 10,000 ونقولوا 70,000. عبالكم هذه الكمية تاع التوابل كامل لو كان تشروها من عند بائع التوابل شحال تشروها، يعني راح تفوت لكم 200,000. شوفوا، إضافة إلى أن التوابل يعني نقيناها في الدار، نحينا لهم هذيك الغبرة على بالنا كامل واش درنا فيهم، توابل جدد يعني لما تكونوا تخدموا في هذه التوابل يعني الكوزينة تاعكم كامل تكون تعبق بواحد الرائحة ما شاء الله. هادو كامل أشياء إيجابية تقدروا تربحهم لما تخدموا هذه الحوايج في الدار. بالنسبة لطريقة الاحتفاظ، أحسن طريقة للاحتفاظ بالتوابل هو أنكم ديروها في المجمد، يعني راح تبقى الرائحة تاعها كيما هي كي شغل هذاك وين رحيتوها. أنا درتها في أكياس صغار يعني شيتهم عند بائع الحلويات، وكل الكمية راح نديرها كذلك في المجمد، يعني راح نخلي الكمية اللي نخدم بها فقط، وكل ما تخلص لي راح نجمد كمية واحدة أخرى. إذا حبيتوا تخبوهم في البلاكار فقط، يعني لازم البلاكار تاعكم يكون مظلم، وإلا استخدموا البلارات تاعكم يكونوا ملونين، ما لازمش يكون يجوز منهم الضوء لأن الثوم يتأكسد مع الضوء. معناتها البلارات تاعكم تكون شفافة وتخبوها في مكان مظلم، وإلا البلارات تاعكم تكون ملونة، وما ديرهمش كذلك في بلارات تحديد لأن الثوم راح يتأكسد لكم هذاك الحديد. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو ونال رضاكم، وإذا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، شاركوا الوصفة والقناة مع الأصدقاء لتهم الفائدة. وفي الأخير ما عليا إلا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.